في العلاقات بين الراجل والست مهما كانت مشاكلهم بتبان كبيرة ومكركعة، إلا إن الحكاية كلها بتكون بسيطة، محتاجة بس حبة صمت، هدوء، تفكير بالراحة علشان نقدر نجيب الزتونة. دي الزتونة مع تيسير سعد على راديو كامل، محطة على المحطة. شعب المترو العظيم، صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي بتسمعني فيه. أنا تيسير سعد وإنت بتسمع برنامج دي زتونة. النهاردة الحلقة غريبة حبتين، أو عنوانها ممكن يكون غريب شوية. الحلقة النهاردة عنوانها ابن أمه، وعلى الرغم من أنه الطبيعي نكون أبناء أمهاتنا، إلا أن إحنا المصريين عندنا لغة خاصة كده بينا. هي مش لغة بس، إحنا خلقنا لنفسنا لغة كده وألفاظ محدش بيفهمها غيرنا، يعني زي حاجات كتير كده، منها مثلا ابن امه. الحقيقه انك لو جربت تقول لواحد صاحبك كده مصري يعني، وقلت له على فكره انت ابن امك، هيتعصب عليك ويتنرفز ومش بعيد يقطعها معاك اصلا. انما بقى لو جيت تقولها لواحد تاني، مش هقول لك اجنبي، لا ده عربي وخليجي مثلا، وقلت له انت ابن امك، هيقول لك ايش يا فلحوس الغريب، ايه انا ابن امي كده يعني. ببساطه بقى، ايه هي المواصفات بتاعه الراجل اللي نقدر نقول عليه هو ده ابن امه ده؟ تمام. رقم واحد، ما بياخدش قرار مهم أو تافه من غيرها، حتى لو القرار ده كان لعبة مثلا لابنه البيبي، هتلاقيه بيقول لها العربية ولا سبايدر مان يا ماما، أطلع الكوبري ولا أنزل النفق يا ماما، أنا اتحشرت في الأسانسير يا ماما، تعالي طلعيني يا ماما كده. رقم اتنين، بيحكي لها أدق أدق التفاصيل في حياتكم. تعرف يا ماما، أنا امبارح أنا وسماح رحنا المول عشان نشتري بلوزة ليها، البلوزة بقى طلعت غالية، طلعت ب200 جنيه يا ماما، ولما روحنا اتخانقنا علشان خاطر الغدا ما كانش موجود، حاجة كده. رقم تلاتة، لما تكون المسؤولة الأولى والأخيرة عن المسائل المادية، هي بس اللي عارفة جوزك بيقبض كام، بيصرفهم فين، هتشتروا لبس إمتى، كل التفاصيل دي. رقم أربعة، بيقارن بينكوا دايما في الأكل، في المعاملات، طول الوقت بيحطك في مقارنة معاها، دي ماما عمرها ما قالت لبابا كذا، انت عارفة بقى ماما كانت بتصحيني كذا وأعمل كذا كده يعني. رقم خمسة، لما تكون حشرة نفسها في كل التفاصيل، هو أنتم مسافرين شهري ليه؟ ما كفاية أسبوع، ايه الملوخيه دي واقعه في قعر الطبق، وده رز ايه ده يا اختي المعجن ده، طول اليوم في المطبخ وده بس اللي عملتيه. بصي يا بنت الحلال، اعرفي ان لو علاقته مش كويسه بامه، عمره ما هتكون علاقته كويسه بيكي، مش هيكون يعني حنين معاكي، ولا هيكون اب كويس، ولا حتى هيكون في خير. حلو قوي، طالما بيعاملها معامله كويسه يبقى ده شخص سوي نفسيا كده، مظبط يعني. لكن اللي مش حلو بقى انه يكون حد تالت في الدايره، دايرتك انت وهو المفروض ما يكونش فيها غيرك انت وهو. من الاول ما تدخليش دايره يا بنتي فيها حد تالت، علشان ما تتخنقيش فيها بعدين. وهي دي الزتونه. انتوا كنتوا بتسمعوا تيسير سعد من برنامج دي الزتونه على راديو كامت، محطه على المحطه. اشوفكم على خير الحلقه الجايه، باي باي. كنتم مع دي الزتونه مع تيسير سعد على راديو كامت، محطه على المحطه. راديو كامل، محطة على المحطة.